قبل ما يتمكن نزال الدلهومي من افتتاح باب التسجيل لفريقه في 29 دقيقة لعب بعد امديد ممتاز من زميله الذكر. ركنية ونزال دلهوم بالراس يتمكن من مضاعف تنتيج مستقبل وادي الليل بدوره كان، لكن نزال دلهومي كان عنده رأي آخر وبرشا صنعة سجل هدف تذليل الفارق في آخر دقيقة في الشوط. المستقبل اللي نزل بكل ثقل الهجوم لقى الحل عن طريق نضال الدلهومي اللي من كرة مرتدة يسجل ثاني. 40 الحارس الفازعي ما يحصلش التصدي لكرة الدلهومي وبالتالي يكون الهدف الأول لفريق مستقبل القصري. ضرب جزاء يقابلوا إخفاقه في هالكرة اللي استغلها المهاجم الدلهومي ويكون الهدف الثاني لمستقبل القصري. دقيقة واحدة القصرين اللي احتاج ل 14 دقيقة برك باش يسجل الهدف الأولاني بعد عمل فردي من نزال الدلهومي وساق يسار واحد بلاش. توزيع مقصر لما بين حيصل على القرماسي ونزال الدلهومي دون أي رقابة يتمكن من تعديل الهدف. إجا هدف لهدف في الدقيقة 54 بعد الهدف حاول طارق النصري أعطاه الأسبقية لفريق مستقبل قصرين. خط هجوم مستقبل قصرين 38 دقيقة طارق النصري يتوضا من اليسار لأنها الكرة تطبق لنضال الدلهومي هدف ثاني في شباكة حتى طويل. إبراهيم يتعكس الهجوم لفايت نادي أولمبيك سيدي بوزيد كرة باهية في العمق اتجاه المنول التوزيع والكرة كانت الاختيرة على مرمى الحارس صديق الشريادي بالقاسين. الحكم يعطي يأمر بمواصلة اللعب. كرة في العمق لفايت المستقبل الرياضي بالقاسين عن طريق سمير العروسي وفرصة الهدف الثاني تضيع على المستقبل الرياضي بالقاسين. كرة ترجع لنضال الدلهومي تحضير على مستوى القدم الثاني كرة ومباغتة كرة نضال الدلهومي كانت مباغتة لنصر شعبان. تقطص الميدان بالإضافة للاعتماد على الكرة القصيرة من الجانبين ورغم الأداء المتوازن المخالفات خاصة من الضيوف أولى العمليات الجدية التساؤل يجاوب عليه الذكر بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. مخالفة جانبية من تنفيذ نضال الدلهومي وسليم الذكر حاضر لافتتاح باب التسجيل لفريقه برأسية ممتازة. الهدف فانتظرنا مشاهدة الوجه الحقيقي لاتحاد بن قردان لكن الإجابة تأتي من أبناء الجنحاوي. نضال الدلهومي يراوغ ويمرر الوزاني داخل منطقة الجزاء وتسديد مرة جانبية في الدقيقة 58 والذكر يجدد الزيارة لمرمى الشعبان في الدقيقة 60 بعد مخالفة جانبية من تنفيذ الدلهومي والوزاني يلمس كرة بالراس طرقة بالدفاع والمتابعة ممتازة من سليم الذكر اللي يمضي على ثاني أهدافه خلال هاللقاء. ما تبقى من هالشوط غابت فيها الفرص الجدية من الجانب بين وتعددت الكرات المشتتة مع أفضلية ميدانية من جانب المحليين. الشاب نضال الدلهومي لشكل عبء ثقيل على محور دفاع الضيوف. أولى العمليات الاختيارة للقصرنية كانت في الدقيقة 5 نضال الدلهومي جميل خميري حضر بالراس والوزاني طليق محسن شتروي حارس متسر خميري إلى الركنية كرة يجاوب عليها الذكر بأفضل طريقة في الدقيقة 14 بعد عملية دارت فيها الكرة كما يلزم بين مهاجمي الفريق والذكر بدون صعوبة يمضي على أولى أهداف المستقبل لهذا الموسم. ولأن المصائب لا تأتي فرادة نضال الدلهومي أخطر لاعب على الميدان يتلقى في الدقيقة 27 كرة في محور دفاع الضيوف وعلى طريقة الكبار رغم صغر سنه يغالط محمد الشوربي. هدفين مقابل صفر المستقبل ينزل بكل ثقل والهجوم طريقة كانت فيها الداهية نضال الدلهومي اللي يرفع من حاصلة اللقاء في الدقيقة 32 والمدافع الشوربي في المتابعة. صاحبي شلبي في التنفيذ
في رأسية ممتازة موجهة للمهاجم يونس مزود يروق الحارس أشرف بجلاسي. حركية اللاعب بني جابة الهمي من الجهة اليسرى وخطوط التوغلات أعطت إضافة هجومية وتصويبة ممتازة. خاف فقط تبلسي خاف قوسين أو أدنى بفتاح التسجيل المحلي وسرير الدلهومي وزع وطارق نصري برأسية كان قريب من الهدف الأول. نقص عدد يعرف كيفاش يستغلوا الفريق المحلي وتمكن من تعديل النتيجة في دقيقة 30 بعد مخالفة جانبية لم يحكم إبعادها الدفاع في مرة أولى، ثم محمد المثلوثي سدد كرة تضرب في المدافع وتغالط أيمن بن أيوب. دقيقة 75 دلهوب يوزع ومحمد المثلوثي ينفلت من الدفاع وبرسماء رأسية يضيف الهدف الثاني لفريقه. الهومي ما يستغلش الكرة بعد توزيع عبد بلاك تاجور فنير الدلهومي في محاولة جديدة يوزع وترابلسي في المرة يسجل الهدف الثاني. فوتوات مرة أخرى مستقبل قاسرين ياخذ أسبقية بعد ركنية هذه على رأس يوسف مجهودي في القائم الثاني واثنين بواحد. شوط أول 5 بونت و201 هذه حاجة ما تصيرش كل يوم. شوط الثاني وهذاك اللي صار شوط الثاني ما شفناش فيه برشا فرص مع حالة الميدان. ثم هجوم يقوده طارق النصري ودفاع المحيط ظن أن العملية فيها تسلل، لكن الهجوم تواصل والحارس الهمامي يتألق في التصدي. لينتهي الشوط الأول على ركنية نفذها نضال دلهومي وراسية صابر ترابلسي تمر جانبية. مخالفة يبنى تنفيذها نضال دلهومي محمد المثلوثي في المتابعة 3-1 مستقبل قصرين في 17 دقيقة. صاحبي شلبي يزيد الثاني قبل ربع ساعة نهاية المباراة.